التجربة المغربية في مجال المدن الذكية، سبل تطوير هذه التجربة وأفاقها المتعددة، محور جلسة موازية على هامش فعاليات منتدى كرونس مونتانا. الجلسة التي حضرها ممثلون عن الجماعات الترابية وصناع القرار المحلي بالقارة الإفريقية انكبت على التحديات المشتركة بين كافة المدن الذكية والإسهامات العملية في خدمة مواطني القارة الإفريقية في أفق إرساء معالم مدينة متطورة باعتبارها إحدى ركائز التنمية الحضرية في المستقبل. مبدأ المدن الذكية مبدأ يضع تكنولوجيا الإعلام والاتصال في خدمة تحسين خدمة المدن كالنقل والتعليم والصحة، وكان هدفه في البداية يتمحور حول رقمنة المدن. اليوم تمكن هذه الرقمنة بالفعل من تحديث خدمات المقاولات والمنظمات، لكنها تسهم أيضا في خلق فرص للتنمية. مداخلات عمداء ورؤساء المدن الإفريقية في اللقاء شددت على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية لإرساء إطار قانوني ملائم ينظم عملية التحول الذكي نحو مدن مندمجة وقريبة من المواطنين، والتفكير في الموارد المالية والبشرية اللازمة وتعميم هذا التحول الرقمي على كافة المدن الإفريقية. في هذا الإطار دعوا الجماعات المحلية الإفريقية إلى وضع التحول الرقمي في مصاف الأولويات الأساسية كالولوج إلى الماء والكهرباء والتطهير وتقوية شبكة العلاقات القائمة بين جماعات القارة في إطار شراكة لا مركزية جنوب جنوب.